طيب انا كنت هبدا بحاجات تانية، بس بما اني كنت بتكلم في الجزئيه ديت، جزئيه محمد صلاح والحكايه بتاعت محمد صلاح وخطاب ليفربول واتحاد الكره وبيانه، يعني الوضع بالنسبه لحكايه محمد صلاح دي مهم جدا الناس تفهمها بوضوح. يعني انا استمتعت بكلامك، وهاخد من يعني خيط الحديث من اخر جملتين قلتهم. اشكرك يا فندم. ان محمد صلاح هو لم يكن افضل لاعب في تاريخ مصر وفي القاره الافريقيه، فهو اسطوره من اساطير اللي سطر التاريخ، عمر ما حد يقدر يمحيه. كابتن حسام حسن نجم مصر عبر عصور عديده جدا في كاس العالم وفي كاس الامم الافريقيه وفي الدوري العام، واحد من الهدافين اللي كلنا كنا بنستمتع بيه. العلاقه اللي بتجمع الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي زي ما حضرتك قلت لسه ما لعبوش ولا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، والناس بدات هي كمان من خلال السوشيال ميديا وبقت هي الهم بتاعنا، بالليل نصحى وبالنهار نلاقي نفس الكلام مكتوب، الناس عايزه تشوف اي حدوته واي حاجه تبني عليها حكايه تقعد تحكي فيها. للاسف الشديد ما عندناش واحد واحد يساوي اثنين. الموضوع باختصار وانت سيدي عارفين، ان انت في الاجنده الدوليه بيبقى لك توقيت معين ووقت زمني محدد بتطلب فيه لاعبيك المحترفين، والا لو تجاوزت هذا الموعد لا يحق لك استدعاء اي لاعب من اللاعبين المحترفين، سواء كان كابتن محمد صلاح او تريزيجيه او مصطفى محمد او حجازي او مرموش او محمد شريف، اي لاعب من اللاعبين المحترفين اللي بيتم استدعائهم لمنتخب مصر. عندك فتره زمنيه محدده، اذا لم يقم الاتحاد المصري بارسال الدعوه لاستدعائهم للتوقف والاجنده الدوليه وجيت بعد ما انتهت المده لا يحق لك استدعاء، والنادي ما يفرطش في اللاعب بتاعه. صحيح. ده عرف متعارف وده لوائح بتحكم الاتحادات الاهليه مع الانديه اللي بيحترف فيها اللاعبين. وبالتالي لما اختار الكابتن حسام حسن سبع لاعبين محترفين وعلى راسهم طبعا القيمه الكبيره كابتن محمد صلاح، ارسل الخطابات لنادي ليفربول هناك عشان استدعاء محمد صلاح في الاجنده الدوليه اللي هتبدا يوم 18 ومعسكرنا يوم 22. النادي الانجليزي انت كلنا متابعين الدوري الانجليزي وكلنا بنكون في شغف لاي مباراه لليفربول عشان نتابع محمد صلاح وتالق محمد صلاح، شايفين بقاله ماتشين ثلاثه منهم نهائي الكاس هناك ما لعبش وبالتالي الاصابه تجددت، فالنادي قال ان محمد صلاح احنا يعني بنتمنى من الاتحاد المصري لكره القدم والجهاز الفني ان احنا نترك محمد صلاح في انجلترا عشان يواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي لغايه ما يتم شفائه. ممتاز. طيب احنا دلوقتي في الاتحاد المصري متفاهمين ده تماما والجهاز الفني متفاهم ده تماما بقياده الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، زي ما انت عارف ان سلامه نجم كبير بحجم محمد صلاح واي لاعب في منتخب مصر ده هو اللي بيهمنا في المقام الاول والاخير، لان الاصابه اذا لم يتم التعافي منها بالوجه الصحيح هتتجدد مره ثانيه وهتخسره على المدى البعيد والمدى القريب، واحنا مش عاوزين كده، لو احنا صبرنا بعض شيء اللاعب هيتعافى تماما وبالتالي هيفيد المنتخب. ممتاز. واحنا مقبلين. ممتاز. على مباراتين مهمتين جدا في شهر 6 هيكونوا مفتاح التاهل لكاس العالم، وبالتالي احنا لسه عندنا الفتره النهارده 3 ولسه الاجنده هتبدا يوم 18، عندك 15 يوم، خلال الفتره دي يا كريم وانت عارف عندنا اربع مباريات لنادي ليفربول هناك في انجلترا. لو محمد صلاح تم تعافيه هنلاقيه بيلعب وخلاص تمام ومفيش ازمه وهيرجع. محمد صلاح لسه الاصابه موجوده عنده، في اتصالات مستمره من الجهاز الطبي للمنتخب المصري مع الجهاز الطبي للنادي الانجليزي، وبالتالي ما فيش اي مشكله اطلاقا، الجهاز الفني متفاهم ده تماما، والجهاز الفني اكثر الناس حرصا على وجود لاعب كبير بقيمه محمد صلاح في صفوف المنتخب، لان هو كابتن المنتخب سواء كان داخل المستطيل الاخضر او خارج المستطيل الاخضر. يا جماعه الجهاز الفني يعي تماما اهميه محمد صلاح ووجوده في منتخب مصر، كما يعي تماما محمد صلاح دوره كقائد المنتخب واهميه مدير فني بحجم كابتن حسام حسن موجود على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر في الفتره الحاليه. طيب انا عايز اسالك يا دكتور ايهاب على سيناريو وارد انه يحصل، يعني انه محمد صلاح يشارك في واحده من المباريات او اكتر، يعني ان شاء الله ربنا يعافيه ده اهم شيء، ويلعب الاربع مباريات كمان مع ليفربول يبقى جاهز لمنتخب ان شاء الله مصر. بس افرض مثلا جه بعد مباراه او اتنين فارسل الجهاز الطبي ليفربول يقول لك والله بص هو صحيح لاعب بس هو لسه مش سليم 100% وده التقرير الطبي اهو انا بعته لكم، قولوا لي ينفع يجي ولا مش هينفع يجي عشان احنا شايفين ان هو ما ينفعش يجي ومفروض يتاهل هنا. يعني انت احنا كمان فهمنا في الكوره كويس في الامور الطبيه ان ممكن لاعب يلعب وهو مش جاهز 100% يكون مثلا ليفربول اضطر يلعبه بس هو مش جاهز 100%، فليفربول بعته الجهاز الطبي تقرير بيقول هو لسه ما بقاش جاهز 100% ومحتاج تاهيل اكتر، ساعتها هنا هيبقى ردنا ايه؟
سؤال اعلامي اكثر من رائع. شكرا. وانا لو موجود لازم يعني سؤال زي ده لازم يتسال، وبصراحه انا بحييك عليه. لكن برضه خليني في المقام، انا كمتحدث في الاتحاد المصري لكره القدم حول حضرتك، بلاش اللي انا افترض سوء النيه. خلينا يعني بلاش، خلينا نفترض الافضل، وانت عارف الناس بره ما فيش تدليس في الدول دي اطلاقا اطلاقا. اللاعب معافى وبيلعب خلاص، بياخد المباراه وبيشارك وبيجري وبيروح زي ما كلنا شايفينه. وبالتالي الناس دي ما عندهاش الحته دي اللي هو يكون سليم ويقول لك لا ده لسه الاصابه مش عارف ايه. فخلينا نفترض الناس دي ناس بروفيشنال زي ما بنقول، ناس ما عندهمش الحاجه دي اطلاقا، واحنا معاهم في حسن النيه تماما. ومحمد صلاح اكثر الناس حرصا على وجوده في منتخب مصر، واحنا كلنا عارفين ده بحسه الوطني. ولو هو سليم اول واحد هتلاقيه هو اللي جاي وعاوز يشارك مع منتخب مصر، سعادتنا بيه دايما. يعني زي ما بقول لك يا كريم، محمد صلاح اللي عاشر صلاح ويقرب منه في المعسكرات هلاقيه اكثر اللاعبين تواضعا، اكثر اللاعبين حرصا على نجاح اي معسكر، اكثر اللاعبين اللي هم متفاهمين جدا للتعليمات وعارف دوره كقائد داخل الملعب وخارج الملعب. صدقني والله محمد صلاح من اللاعبين اللي بيحبوا بلدهم وعاشقين لبلدهم، وعمره طبعا.